تلعب الكرة، محاولة قرقوري في الجول، جول القرقوري يقلص الفارق. طلال القرقوري عندما عجز المهاجمين عن تسجيل الهدف ذهب المدافع طلال اولا عشان يصلح الغلط اللي سواه في الهدف الاول لمصلحة الخور، ثانيا من اجل تقليص الفارق. شوف الكرة الماضية، ايضا الكرة الماضية اعتقد منها اصطدت في علي رحمة وتحولت الى المرمى. الهدف الثالث في شوط المباراة الاول، الهدف الاول لمصلحة قطر.